ترانشينو. ألو سهلا، مرحبا من جديد، مواصلين معكم حتى للعشرة متاع الصباح. بعد شوية بعد غياب والحمد لله على سلامته يكون معكم محمد بوغلاب بعد لحظات. خلينا نعملوا طالة تدسويت على حالة الطقس. الطقس اللي يتوصل حار خلال هذا اليوم، من المنتظر أن تتراوح الحرارة القصوى بين 40 و 47 درجة مع ظهور الشيلي، وتكون أقل نسبيا بالمناطق الساحلية وفي مستوى 32 38 درجة. الرياح ضعيفة إلى معتدلة والبحر قليل الاضطراب. خلايا رعدية متوقعة أن تكون في الوسط الغربي بعد الظهر. ببقية المناطق طقس قليل السحاب. البارح زاد لصبت مطر، البارح بعدك الغصرة هذيك صبت في سليانة في القروان، في سليانة وصلت حتى ل 20 مليمتر، في قروان بين 2 الى 7 مليمترات، في الكيف وصلت الى 5 مليمترات، وفي القصرين كيف كيف زاد. حتى سرعة الرياح اللي كانت قوية جدا البارح في توزر اكثر في 86 كيلومتر في الساعة، سيدي بوزيد 83 كيلومتر في الساعة، ولاية قفصة 72 كيلومتر في الساعة، تالا 68 كيلومتر في الساعة، القيروان 65 كيلومتر في الساعة، وولاية الكيف وصلت البارح سرعة الرياح فيها الى 61 كيلومتر في الساعة. بالنسبة الى تفاصيل الطقس اللي ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي، نلقاو قليبيا اللي تسجل 30 درجه، 32 في نابل، 38 درجه في بنزرت وتونس العاصمه، 31 درجه في تبرقه، 46 في جندوبه، 45 درجه في باجه، 43 في سليانة، 42 درجه في الكيف، القيروان اللي تسجل 43 درجه، 40 درجه في تال، المناطق الساحليه اللي نلقاو سوسه 39، 37 في المستير، 33 المهديه، صفاق سوق قرق نزوز اللي سجلوا 35 درجة. بالنسبة لسيدي بوزيد اللي تسجل 43، قاصرين 42، 45 في قفصة، 47 في توزر، 34 درجة في قابس، 45 درجة في قبلي. وبالنسبة إلى مناطق الجنوب الشرقي اللي نلاحظوا درجة الحرارة في أقلها تكون في جربة 43، ثم في رمادة تطاوين ومدنين 41 درجة. درجات الحرارة هذه في الطقس، حتى على ما يبدو درجات الحرارة باش تعلم بعد شوية. مع محمد بوغلاب اللي التحق بالاستوديو. صباح النور سي محمد. صباح. حسستني انك تعطي في نتائج نتاع بطولة كرة اليد. اي والله يدور لي هكاك. تعرف السخانة فريمون اليوم اللي باش تسجل ارقام قياسية، هذا يدور لي اللي تحس في الظل راهو. اما وقت اللي تكون اكسبوزي للشمس توصل حتى اكثر، شفنا حتى مؤشرات كبيره. وزيد تفرق بين انك تكون يعني في مدينه فيها اكتظاظ نتاع حركه مرور وبني عالي، برشا اعتبارات، فما اشجار ما ثماش، وحنا تبارك الله علينا تونس الخضراء من غير خضار. اي معناها حاجه اكثر اللي حاجه نحشوها هيك هي معناها يعني انك نشوف نتفرج، ما نحبش نطول في هذا. ما وقت اللي تصير موجة متاع حرارة في الدول الأوروبية تحس البلدان بكلها متجندة، خايفين على شكون؟ خايفين على الكبار في السن. سمعتش واحد من المسؤولين بتاعنا طلع قال ربع كلمة عليهم. هذا في أوروبا وعندهم المكيفات. احنا تسمع يقول لك اقتصد في استعمال المكيفات، وسمحني أكيد فما أرقام قديش يعني بالنسبة للعائلة التونسية الديار، قديش نسبة اللي عنده معناها كليماتيزور في داره. احنا ماتنا وجداتنا واجدادنا تتوفر لهم معناها الـ يعني الـ اذا نعتبروه كونفور، ماش كونفور اليوم اذا نعتبروه كونفور. اذا ما زلت تستنى انت ساعتين باش تاخذ الكار، اذا اني باش نهبط معناها التطاوين نعدي نهار، معناها كونفور. هل فما اهتمام او لا لاكاليتي جودة الحياة؟ فما اهتمام معناها من اللي يحكموا ولا ما فماش؟ وفما حاجة أخرى سي محمد ما تتقالش ديما هنا، وبو اللي هو التغيرات المناخية في حد ذاته اليوم، ما هو ذي حضروا له الدول، حضروا له سياسات كاملة موجودة على الريشوفمون كليماتيك. سامحني الانحباس الحراري ذي مش من فرقت مخر تغيرك البارح أمين. أنا احتباس حراري تصلحش حمام بنت جديدي. حفرة في كياس تحير فيه، واني جاي تو في اللوتوروت معناها كليت لطخطين تقول طالع يعني في رقوبة. انا احتباس حراري هنا هو، احنا مازلنا في الاوليات مازلنا حايرين. فهي مثل عيد يعني البلاد ولات مصب كبير متاع فضلات، هنا هو الاحتباس الحراري.
احنا احتباس من اللوطه ومن الفوق. معناها يلزمنا نعترفوا بهذايا. ما عادش ما عندكش الرؤيه انه تعيش عصرك وتعرف شنو التحديات ولا بس ما عندنا سياسات. ندخل في السياسات، السياسات العموميه. احنا السياسه الوحيده اللي عندنا مش جديده من سنوات، الا يقعد على الكرسي يحب يلحموا على المؤخره نتاعو، نقطه ويرجع للسطر. هذيك السياسه العموميه الوحيده. غير هذا ما عندك حتى سياسة عمومية في حتى مجال، لا في الصحة لا في النقل لا في الإعلام لا في التعليم. الدليل هو الدليل، أول مرة تصير، أول مرة تصير في تاريخ تونس يتواصل حجب الأعداد في الابتدائي لليوم لليوم. وزارة التربية كعلاج لهل الداء هذا تلقى الحل في انه تقص شهرية 15000 معلم واعفاء 350 يظل مدير 17000 تقريبا. لا قالوا تراجعت فما 2000 اللي صبوا العداد واعفاء 350 مدير. ايوه حسنا في هذا وحسنا فعلت، لانه المديرين في الابتدائي وفي الثانوي ما يخضعوش لسلطة وزارة التربية، ما يحكم ما تحكمش فيهم. مش معنى ما تحكمها، ما عندهاش سلطه عليهم وزاره التربيه، لان مش هي تعين فيهم. وهذه واحده من الورثه اللي خلاها مع كل تقدير للشخص طيب البكوش، طيب البكوش وقت اللي تولى وزاره التربيه بعد 14 جانفي اش عمل؟ بجره قلم مش متاع البني متاع فضل عبد الكافي، لا بجره قلم عزل كل المديرين على اساس انهم خدموا النظام السابق. ركبت وقتها النقابة ولات هي تعين المديرين، ولا المدير للي عينه، اللي عينه يعرف اللي هو النقابي مش المندوب ومش الوزير. وذلك علاش بقى الوضع فيه خلل، وضع غير طبيعي. هذا طبعا دخلنا ديريكتومون في قلب الموضوع، ما خلينا الفرصه نفرح بيك خويا. توحشناك. افرح اخوي. خويا توحشناك. انا دبرت القهوه بلوشي معناها. عند شكون هذه القهوه؟ هذه ما يا حذامي علي حاصل. يا سيدي مرحبا بك. يعيشك. خليت علينا بلاصه قبل كل شيء. برشا يكلمونا يوميا واحنا نشكروا برشا الناس اللي تفاعل معنا بالموجود باللي قاعدين نخدموا نحاولوا نوصلوا صوت و أوجاع هذا الشعب برؤية مختلفة. ما ناش في نفس الثنية مع العديد من الموجودين اليوم في مجال الإعلام، ولكن بالإمكانيات البسيطة نفرحوا برشا وقت اللي تتفاعلوا معنا إيجابا ولا سلبا. مرحبا بكم. فالحمد لله على سلامتك بكل شيء وعودة ميمونة ونفرحوا برشا. يلا بعد الفاصل بتابعة الحال باش نرجعوا كالعادة إلى أهم ما فما في بلادنا من الأخبار الأكيد، باش نخصوا جزء كبير لأزمة التعليم بتابعة الحال المتواصلة في قلب الصيف. كابتن موجة.